مباراة اليوم ضد الهومنت من امبارح كان لعب ضد بيروت وخسر ضد بيروت، فاز المباراتين مع فريقين من الخليج. اول شيء الفريق اللي هو اليوم الفتح السعودي، بعدين راح يكون هومنت من مع العربي القطري. حضروا حالكم، المباراة مهمة كثير، لنشوف كيف بدها تكون. فريق بيروت كيف عم بيلعب، بلش الدورة لهلا وبطولة الأندية العربية ما خسر ولا مباراة. نادي بيروت فظيع، النادي اللي منظم اللي مرتب اللي عم بيكون حاضر، مع انه ما صار له كثير وقت مشان التمرين، بس جاهزين وحاضرين وريدي نحن وياكم لحتى بلش المباراه. فاذا ربع نهائي الاولى هيدي لللبنانيين، نادي بيروت ضد فتح السعوديه. ان الله راد اذا ربحنا بنكون بالمباراه نصف نهائيه الخميس. جاهزين؟ مشرقت على الاخر، على الاخر رح كون انا وياكم بالمباراه، رح نتشجع رح نحمس، رح نشوف كيف بتكون اول مباراه والثاني. فاذا الليله اللبنانيه 100% على الون تي في وعلى الام تي في، رح تكونوا عم تشرقتوا مع الفرق اللبنانيه يلي بنتمنى اثنيناتهم يوصلوا على الدومي فينال. خلصت الخطاب، تفضل. مباشرة المشاهدين الوان تي في اللي عم نكون احنا وياكم من بيروت، مباشرة تحديدا من ملعب بلدية الشياح، اللي نكون المباراة النص الربع نهائي الأولى اللي عم تلعب فريق نادي بيروت عم يلعب ضد الفتح من السعودية. قبل كان الفتح من السعودية إذا تذكروا المباراة نقلناها، وكان الهومنت من ربح على الفتح من السعودية، بس هلا الفرق اللي موجودين من أصل 11 فريق صار في أربعة بأربعة. وبتعرفوا كنا ذكرنا كيف بده يكون اللعب، السيستم اللعب الاول ضد الرابع، الاول ضد الرابع. فاذا عم يلعب فريق بيروت لانه متصدر وما خسر ولا مباراه بعد، نادي بيروت عم يلعب ضد الرابع اللي هو الفتح السعوديه. بالمجموعه الثانيه اللي الهومنت من طلع الثاني، الاول كان سلا من المغرب، الهومنت من بيلعب ضد الثالث اللي هو العربي القطري. بالمباراه اللي بعد هاي تقريبا حوالي 10 الا ربع مباشره على الام تي في، مباريات لبنانيه بطوله انديه عربيه حلوه عم نترافق نحن وياكم فيها. وستارتنج لاين اب بيروت كلاب، يور بيروت كلاب نمبر 1 مارتينيز، كروفورد نمبر 3 5، جون عاصي بالتشكيله عم يحطوا باتريك سيبا، علي حيدر نمبر 11 جبل من لبنان، ونمبر 22 كايل هان بياخذ العقله. اللاعب سنتر بيلعب مع فريق بيروت، النادي اللي عم يعمل نتائج كثير مهمه ببطوله الانديه العربيه. الفتح من السعوديه السبعه الصقر او الصقر، و تيل روز نمبر 9 الامريكي، الطاهر نمبر 10، المساعد نمبر 12، و ويست نمبر 15. عرب كلابس تشامبيون شيب 2018 اللي عم بيصير على ارض لبنان، على ارض لبنان ومن عاصمه لبنان بيروت بهالمباريات اللي عم بتصير. بطوله الانديه العربيه كان صارت اخر مره بلبنان عام 2009، وكان استضافوها النادي الرياضي اللي ربح نادي الرياضي خمس مرات بطل الانديه العربيه. سلام وتحيه لنادي عريق من لبنان اسمه النادي الرياضي، وبعرف انه كل الانديه من لبنان هلا عم تتابع بيروت والهومنت من عم تشجعوه من كل قلبكم. بعرف انه كمان كنتوا من زمان فرحتوا قديش بتفتخروا بنادي الحكمه اللي رابح بطوله الانديه العربيه مرتين. التحضير من الفريقين، وورم اب لبدايه المباراه ربع نهائي الاولى اللي عم تلعب على ارض بيروت ملعب بلدية الشياح. فاتريك كيف عم تركه هذا نمبر 12 لاعب كثير مهم، رالف عقل، رالف اللي كان بنادي المتحد وهلا صار مع نادي بيروت. Thank you.
تحضير من الفريقين بداية المباراة الربع النهائي. يلي عم تشوفوا اللاعبين مشرف قدامكم بانش اللي عم تشوفوا الفتح من السعودية. هيدي المباراة اللي لعبت اللعبة شوف قدامنا الفتح من السعودية وبيروت. هيدي أول مباراة وبعدين رجع كمان عندي مباراة ثانية والبارود رح يكون عم بيشرق معكم مع المومنتمن يلي رح يلعب مباراة الربع النهائي الثانية. لك شفتيني يا عيالي بسهر ها؟ المباراة اللي لعبت اللعبة فازن هيدي الربع النهائي الأولى. باتريك سيبا مع اللاعبين مباراة الربع النهائي الثاني حكون الهومنتمن مع العربي من قطر والبارود رح يشرد معكم مثل ما انتم عم تحضروا على التي في هلا على ون تي في بعدين رح نكون احنا وياكم على الام تي في على 10 الا ربع. شان ثابت اللي هو النمبر 9 بيلعب مع نادي بيروت اللي عم تشوفون مع الكوتش باتريك سيبا. شان ثابت متصاب كل السلامة له ان شاء الله بيكون عم يلعب نهار الخميس. هيدي راح هي ريتها مش معقول جايال خط شو اسمه لوو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 
الار مش معقول الرهبه يعني. هاي العصابه تبرم من تحت وقت الجهه هيك تكتب مش مظبوط. اذا كتبتي مثلا شر اتكزرات تبرم لي اياهم من تبع بدايه المباراه. فتح من السعوديه باللباس الازرق اللي عم تشوفهم، بيروت باللباس الابيض. بيروت لحد هلا ما خسر ولا مباراه ببطوله الانديه العربيه ال 31 على ارض لبنان. بيروت من ملعب بلديه الشيح. هيدا اول ربع نهائي عم يلعب كوارتر فاينل لبنان السعوديه. الكوارتر فاينل الثاني رح يكون لايف فيها على الام تي في. 10 على ربع عم يلعب ضد العربي من قطر مدرب محمد عبد الرحمن على موسيقى نشيد الوطني اللبناني. النشيد الوطني اللبناني بنفتتح انا وياكم مباراة الربع النهائي الأولى. كل الخير وكل التوفيق لفريق نادي بيروت، وكمان أول ذا بيست للاعبين كمان عم بيشاركوا من السعودية نادي الفتح السعودي اللي كمان كل الاحترام للرياضة السعودية بشكل عام ولكرة السلة ومشاركتهم بلبنان بهالبطولة والدورة ال 31. مارتينيز جود باس يس هاي هاي اخ ها اول 2 بوينتس وشوفوا الاسيست. واوه شو حلو من مارتينيز. راندر ويست كده على اللوبو سجل عليها ويست اسمه قوي كثير على 3 بوينتس. محمد المساعد ما بيحط كروفورد اللي بيعطيها لمارتينيز. مارتينيز بيردها وطابي من الاوت لصالح لبنان لصالح نادي بيروت. بداية مباراة الكوارتر الأول. سلامتها مصابة المنصابة هالمرة بالصليب الأحمر. سلامة قلبك سلامة قلبك. أنتوا بتهتموا بالناس عم شوفهم قدامنا على الوان. أنتوا يلي بتهتموا بالعالم كل الاحترام للصليب الأحمر اللبناني. سلامة قلبك وان شاء الله بتكوني منيحه ومنا مقصوده ابدا وكلنا معكم وبنحبكم.
لكن بيحسب فاول لصالحها. هانت هلا الافرج تبعه بالمباريات اللي عم يلعبها 20 بوينت 25، يعني كثير منيح. والافرج كمان لعب 26 دقيقة. طارق وسيمون بحديث جانبي. امبارح بردون الو جورج خليل امبارح طاولة زهر بطولة ايه طارق انا محضر البارود تشامبيون روح توني عم تلعب باسكت هلا عم تحضر طبعا فتح من السعودية ساعد نمبر 12 والخطأ بهالوقت الحكم بيحسبوا على نمبر 3 كروفورد من فريق بيروت على اللعب رقم 10 عبد الله الطاهرة ايه اكيد بعده تحت الخسارة والصد الطاهر يفوت على السلة تمريرة حلوة كثير للنمبر 15 ما بيسجل ريباوند ل 12 ساعد محمد صقر بفوت وبيحسبها الحكم ووكينج والنتيجة 4-0 لبيروت اوه هيدي الزبادي بروميناد كايل بياخذها تحت السلة كايل الحكم ما بيحسبها فاول فاست بريك بتروح للنمبر 10 عبد الله طاهر يلي ما بيسجل الفاول الخطا معتاد على عاصي نمبر 5 خلينا نشوف من الحكم نمبر 5 جون عاصي وهذه اللي بيعملها على اللعب رقم 10 عبد الله الطاهر عم تشوفونا هلا على وان تي في يو ار واتشينج ذا كوارتر فاينل ربع نهائي المباراه اللي عم تلعب بين بيروت نادي من لبنان ببطولة الأندية العربية ضد فتح من السعودية قدام كل لعبة مع عشرة عبد الله طاهر بيسجل وحدة من اثنين على الفري ثرو والنتيجة 4-1 لبيروت بداية الكورت الأول من المباراة مارتينيز للعاصي عاصي بيعطي على لوبوس لجبل علي حيدر بفوت فيها علي حيدر بيطلع على برا لعاصي على 3 بوينت ما بيسجل ريباوند ل لاميركي اللي هو تيك روز اللي عم تشوفه قدامنا مقطوع من عاصي، عاصي بكمل فيها، بيروح سريع، عاصي بيعطي على الفاست بريك لمارتينيز هوك واي يس حلوه للمارتينيز شو هذا الباس بكمل فيها مارتينيز فاست بريك جود وان حلوه بيوتيفول 6-1 للبنان صار يعطي تحت السلة للعب رقم 15 براندن ويست بيشوطها ما بيسجل على 24 سكند بيجيب الريباوند علي حيدر كروفر اب سكرين روبرت بفوت فيها على السلة حلوة كثير لكروفر فيري كويك حلوة ماي مان نايس بلاي مع حماس من باتريك سيبا ومدرب الفريق اللي عم نشوفه محمد عبد الرحمن نمبر 7 والفاول بعتقد خطا لنشوف عمين كمان اذا على جون عاصي بيكون تو فاولز على جون عاصي نمبر 5 خطاين عليه 7 دقائق 14 ثانية نهاية الكوارتر الأول 8-1 النتيجة والبوسيشن بالاوت طابي برا مع الفتح من السعودية صار طلع على برا لا تيت روس ما بيسجل مارتينيز بيجيب ريباوند والفاول خطا على اللعب رقم 7 محمد الصقر يلي عم نشوفه قدامنا من الفتح السعوديه 8-1 نتيجه 8-1 لبيروت عم نرجع نشوفه الفاول يلي بيعمله ببوشينج نمبر 7 على مارتينيز 1 رقم 8 يكون بهالوقت التمار مارتينيز تمار بيسكر على مارتينيز من نادي بيروت هان لعاصي اللي بياخذها على 2 بوينتس حلوه لجان عاصي نمبر 5 بيسجل نقطتين
ونتيجة 10-1 لبنان على السعودية. التمار عم يعمل إشارة للخطة اللي عم تلعب لفريق السعودية. التمار بياخذها على 3 بوينت ما بيسجل. ريباوند لهانك مارتينيز والفاول. خطأ كمان لصالح مارتينيز على اللعب رقم 7. محمد صقر كمان خطأين على الصقر. مارتينيز لكراوفورد نمبر 3. جون عاصم على سكرين بينعمل كثير حلو وبيعمل كمان بيك اند رول حلوه بين اثنين والطابه لصالح السعوديه. 10-1 ذكرت المشاهدين 1 تي في. هذه المباراه الربع النهائي الاولى لبنان عم يلعب ضد السعوديه ببطوله الانديه العربيه 31 على ارض لبنان ملعب بلديه الشياه. براندن ويست للتامر للتمار عفوا. خطا على اللعب نمبر 1 مارتينيز مع نادي بيروت. تمام لما نلعب حتى تيشيرت لما نلعب تيشيرت هنا والراجل ده يطلع بخلط عدل استلم وسلم الكوره والراجل ده يعمل سكرين بي جي كم كم تو بوش يور مان تو ريسيف ذا بول هير اند سكور وي هاف تو سكور وقفوها لعبوا عيال ضد الجيم هيبقى ايزي ولا الجيم هيبقى تاف لازم نلعب ولما كيفنهام جون يو اتاك يكتسب في تراب كريس كان جو هير كان جو هير علي سجلها اللاعب رقم 10 عبد الله الطاهر. كروفر 10-3 لصالح بيروت. كروفر حلوة كريس فيري نايس بلاي لجون عاصم نمبر 5. عم نرجع نشوف الإعادة. ريباوند للحيدر. كروفر يعطيها لعلي حيدر بيحاول يكون من اليمين بكمل على سلة حلوة كثير تبيع من حيدر ما بيلقطها. هان عاصي لهان الوقت اللي باقي 6 ثواني. كروفر بياخذها على 3 بوينتس قصيرة. باتريك وطابع حلو كثير من نمبر 8 عبد اللطيف تماري اللي عم يسجل. عم تشوفوه قدامكم على شاشه 12-5 لصالح بيروت على الفتح من السعوديه. مباراه الربع النهائي الاولى هي عم تلعب. كان لعبت مباراه الربع النهائي الاولى بين الاتحاد السكندري وسبورتينج حلوه كثير كانت. والاتحاد السكندري لعب بشكل ممتاز اليوم وربع بفرق كثير كبير. فاول فريق بيوصل على الدومي فينال هو الاتحاد السكندري.
فاز النصف النهائي اللي انحسمت اول شيء كان لعب سلم المغرب كان ربح. سلم المغرب راح يلعب ضد الاتحاد السكندري بالمباراه النصف النهائيه وهلا بهالمباراتين بين بيروت كمان ومن بعدها هم بدنا نشوف مين راح يكون على المباراه سيمي فاينل الثاني. حلو كثير للحيدر 14-5 لبنان تقدم على السعوديه ببطوله الانديه العربيه. علي حيدر لعبر 14 نقطة و7 ريباوند والوقت يلي بيلعب فيه كمان 30 دقيقة عم يلعب معدل بالمباراة. هان بيطلع مصعي بالأرض بكتب لها شك شك على الأرض شفتيها شك شك الصيفية بعد الأرض. مارتينيز للعاصي نمبر 5 على لو كوستا عم يطلع شوفوا هان بيفوت اكسلنت بنتريشن من هان كايلان نمبر 22 والخطا على لعب رقم 15 براندون ويست. هان راح يكون عنده رميتين على الفري ثرو 14-5 النتيجه لصالح لبنان نادي بيروت. ستاتستكس اللي بنقول لهم مشكورين الشباب اللي عم بيكونوا كثير دقيقين وفيري بروفيشنال. هيدي هانت والخطا لصالحه رميتين على الفري ثرو اول وحده بيسجلها كايل هانت 15-5 مباراه ربع نهائيه اللي عم تلعب لفريق لبناني يلي هو نادي بيروت. من بعد المباراه رح يكون الهومان من عم يلعب حامل لقب بطوله الانديه العربيه وبطوله لبنان. هانت تو اوت اوف ثرو على الفري ثرو 16-5 الوقت الأول من المباراة 3 دقائق و38 ثانية. سريع دين روز بيعطي نمرة هيك اللي ما بيسجل هان والفاست بريك حلو كثير بيروق بيرجع كروفر. كروفر بيعطي لعاصي على ال 3 بوينتس بيعطي لمارتينيز تيك ات مارتينيز كمان ماي مان. شو هيدي هيدي الجامب هيدي ليكو هالنقطة ليكو الهورس الو مارتينيز كانت اوبن شات له على 3 بوينتس على بداله بخدع بداله هلا هلا ما كروفورد نمبر 3 مع نادي بيروت لاعب بياخذها شوفوا شو الشوط الحلو لكروفورد على 3 بوينتس يس كروفورد ماي مان 19-5 والفرق كبير عم يكبر اكثر من الكوارتر الاول 19-5 للبنان على السعوديه. دين روز بيخدها على 2 بوينت بيسجل 19-7 دقيقتين و50 ثانيه لنهايه الكوارتر الاول من المباراه. علي حيدر حيدر بفتش على ارض بفوت علي حيدر بكمل فيها مقطوعه وستيل من الفريق السعودي نمبر 9 بياخذها على 3 بوينتس والريباوند لمارتينيز. مارتينيز بينزل فيها مع كروفورد عم ياخذ على اللوب حلو طبيعي حلوه هالدان من كايل هانت شوفوا شوفوا ملاكم فيري نايس باس من كروفورد لهانت نرجع من ايدها بنشوفها وبوم لبنان بتقدم على السعودية بالكوارتر فاينل. براندم ما بحط كروفورد بينزل فيها فاست بريك حلوة للحيدر حيدر بكمل فيها وفاول خطأ لصالح علي حيدر على اللاعب بعتقد رقم 8 من السعودية تمار نمبر 8 تبديل بفريق فتح السعودية نمبر 7 بفوت محمد الصقر محل عبد الله الطاهر. عبد الله الطاهر اللي كمان عم يعمل البطوله كثير منيحه لحد هلا تقريبا 11.5 الافرج النقط بالنسبه له اللاعب من الفتح السعوديه. علي حيدر على الفري ثرو علي حيدر كمان عم يلعب بطوله كثير منيحه على الديفنس على الريباوند شوطات من برا كمان تحت السله
شو حلو هالاسبادريل روز ليك. روز 21-7 هي 45 ثانية لنهاية الكوارت الأول من المباراة. الربع النهائي رح تلعب بطولة الأندية العربية مباشرة على الوان تي في. سعد عمر سمك بفتش على براندن ما بيخدها. تمار بشوط على 3 بوينتس حلوة من تمار. السعودي اللي عم 8 اللي بيسجل 3 بوينتس 21-10 فل 11 نقطة. رافع الألوان عم يتحضر ليفوت مع روني فان. كايل هام جرب يخدها على 2 بوينتس. كايل هام الحكم بيحسب خطا على اللاعب رقم 15 نمبر 15 يلي منه راضي على الفاول اللي حسبه الحكم براندن ويست. عائل بفوت محل عائل وروني فهد بفوتوا محل مارتينيز وجان عاصي. يعني العائل 12 والفهد 7 21-10. كايل هاند عنده رميتين على الفري ثرو. فرصة لحتى تزيد فرق لل 13 نقطة. كايل هاند بهالمباراة 8 نقط 2 ريباوند. حلو الفري ثرو أول وحدة بيسجلها. بيسجل الثاني بصير عنده 10 نقط مسجلهم مع 2 ريباوند. كل مباراة عم يلعبها كثير حلو. حلوة المباراة اللي عم يلعبهم ببطولة الأندية العربية. كايل هام 22-23-10 وهو بصير رصيده 10 نقط بهالمباراة. نمبر 9 زي ترو. صار مقطوعة من كروفورد. فيري نايس ستيل من كروفورد. بيعطيها للفان روني فان. حيدر كروفورد بيخدع على 3 بوينتس. كايل هام والحكم بيحسبها. كوتش سعودي بهالوقت عم بيعارض على حسابها لصالحكم لصالح السعوديه. هون عم تشوف والحكم بيحسبها اوفنسيف فاول هون على كايل هام. وهذا الخطا الاول على كايل هانت بالنسبه للفريق بيروت. اكثر شيء عنده فاولين جون عاصي. كروفورد فاول ومارتينيز فاول واحد كمان. براندن ويست خالد صار يعطيها لمحمد صار. براندن ويست بيفوت على هانت وبيسجل نقطتين حلوين. براندن ويست نمبر 15 مع نادي الفتح السعودي لعب كمان ممتاز. بنرجع نشوف الإعادة اللي بحطها شوطة مكانة هينة على هان. عاد على لو بوست اللي بفتش على حيدر بيعطيها علي حيدر تحت السلة. حلو علي حيدر بلوك بلوك شوت فاول بيحسبها على اللعب رقم 13 من الفتح السعودي خالد السقر. شوفوا هون ما فيها شيء كان عم بيعمل صار فاول عمل بلاك شوت نمبر 15 براندن ويست بس هي خطا قبل على اللاعب رقم 13 خالد صار. علي حيدر نقطتين 2 ريباوند وعم يسجل اول فري ثرو. 6 ثواني لنهايه الكوارتر الاول من المباراه. علي حيدر اللي عم شوف الافرج نقاط عنده اياه 14 نقطه بكل مباراه بطوله الانديه العربيه. 7 ريباوند والاسيست 3.25 فيري نايس علي حيدر اكسلنت بلاير. تايم اوت تايم اوت للكوارتر. الكوارتر الاول اللي بيخلص 23-12 لصالح نادي بيروت. When we had like 13 or I don't know how much, we felt that it's not exciting or come on guys, I'm still in the beginning.
داون عدل وما عملها ران داون and continue يا محمد مشيها للآخر برضو بتطلع من الداون سكرين وتستلم وتقف الراجل اللي سلم محمد يا خالد ازرع من سكرين لروز هي دي اللي هياخدها على شوطه طيب عايز العب شورت one of you will get the ball to the wing وعايز two screens on the row from the two big guys you and خالد ما فهم العيديه بيفهم same side